عرف القدماء المصريون بأنهم أول من ابتكر طرقاً لتنقية مياه الشرب، حيث كانوا قبل 1500 عام يغلون الماء وبعد أن يبرد يشربونه، ومنهم من كان يتركه في الشمس لين يسخن ظناً منهم بأن الشمس تطهر الماء. وكانوا أيضاً يرمون في قدور الماء قطع من الحديد الساخن لتعقيمه قبل الشرب، وكانوا أيضاً يصبون الماء الساخن على الحصى ويجمعون المتساقط منه وينتظرونه حتى يبرد، وكانوا يخلطون مع الرمل ثم يقومون بترشيحه وشربه لاحقاً. لا ندري لماذا كانوا يفعلون ذلك، لكن يبدو أن المياه الصالحة للشرب كانت مشكلة تؤرق البشرية منذ بداية الحضارات. يقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل أشكال الحياة على كوكبنا تعتمد على الماء. جسم الإنسان مثلا فيه حوالي 60% ماء. في بعض الكائنات الحية كقنديل البحر يشكل الماء 95% من أجسامهم. والماء له دور أساس في أجسامنا، هو اللي يساعد الدماغ على العمل ويساهم في حفظ العضلات وتبريد الجسم، ويساعدنا أيضا على التخلص من الفضلات. رغم أن 70% من الأرض مغطاة بالمياه، لكن في الوقت نفسه يعاني كوكبنا من نقص المياه. ليش؟ لأن رغم أن بعض المياه حولنا في كل مكان، لكن 97% ونصف من هذه المياه غير صالحة للشرب لأنها مالحة. يعني المياه العذبة الصالحة للشرب ما تتجاوز نسبتها 2.5%. تصوروا. والأسوأ من هذا أن 70% تقريبا من المياه العذبة مجمدة ومحصورة في القطبين الشمالي والجنوبي وفي الأنهار الجليدية، يعني غير متوفرة للإنسان ومعظم الكائنات الحية. في سنة 2013 تم إجراء مسح جيولوجي للمياه الصالحة للشرب في الأرض، فاكتشفوا أننا لو جمعنا هذه المياه في مكان واحد كبحيرة مثلا بيكون قطرها تقريبا 272 كيلومتر، يعني مثل المسافة بين دبي وأبو ظبي روحة ورجعة. هل تتخيل يمر عليك يوم واحد بدون ما تستخدم الماء؟ لو فكرت في الطرق اللي تستخدم فيها الماء في المنزل بتوصل لقائمة طويلة من الاستخدامات. فمثلا نحن نستخدم الماء للشرب، ويحتاج الإنسان إلى شرب لترين إلى 3 لترات يوميا، ونحتاج الماء لطبخ الطعام وغسل الصحون والثياب والحمامات والري وغيرها من استخدامات. هذه الاستخدامات البنزلية للماء تشكل 8% من المياه المستخدمة من قبل البشر على مستوى العالم. لكن دور المياه في حياتنا اليومية يتجاوز الشرب وإنتاج الطعام والغسيل، فهذه هي استخدامات اللي احنا نشوفها، لكن ماذا عن استخدامات الأخرى اللي احنا ما نشوفها؟ بسألكم، تعرفون ايش كثر تستهلك صناعة القمصان التيشيرت والجينزات؟ خلينا نشوف. القميص القطني يحتاج إلى 2600 لتر لتصنيعه، يعني حوالي 144 صندوق زجاجات أو علب ماء كبيرة اللي حجمها لتر ونصف، بحساب أن الصندوق فيه 12 قنينة. تعرفون ليش؟ لأن نبات القطن يحتاج إلى الماء علشان ينمو، وبعد قطفه يحتاج إلى ماء أيضاً لمعالجته وتحويله إلى خيوط. حتى صبغ القطن بمختلف الألوان يحتاج إلى ماء. وعلى هذا المنوال فإن صناعة بنطلون من الجينز يحتاج إلى 5700 لتر من الماء، يعني حوالي 316 صندوق ماء كبير. حتى جوالك واللابتوب والتلفزيون يستخدمون الماء في صناعتهم، وكذلك المواد التجميلية وغيرها. يعني تقريبا كل الأشياء اللي يصنعها الإنسان يدخل الماء في مرحلة من مراحل تصنيعها. وتستهلك كل الصناعات في العالم تقريبا 22% من الاستخدام العالمي للماء. لكن في شيء آخر، حد بيقول هذا رقم مش عالي. طيب، هذه الصناعات تلوث مصادر المياه العذبة في العالم كالأنهار والبحيرات عن طريق المخلفات الصناعية اللي ترمى فيها. فالصين وحدها اللي تحوي تقريبا 7% من مخزون المياه في الأرض كلها، المياه الصالحة للشرب، الصين فيها أكثر من 1850 مجرى مياه ونهر صاروا اليوم غير صالحين للشرب. تعرفون ليش؟ بسبب التلوث. و14%
من حالات سرطان الجهاز الهضمي في الصين سببها تلوث المياه. الآن أكيد تتساءلون، ما هو أكبر مصدر يستهلك المياه في العالم؟ الزراعة، اللي تستهلك تقريباً 70%، يعني تخيلوا أنه يتم استخدام حوالي 26 ألف لتر من الماء لزراعة المحاصيل الغذائية اللي تكفي أسرة مكونة من 4 أشخاص ليوم واحد فقط. يعني هذه الأسرة الصغيرة تستهلك حوالي 1400 صندوق ماء في اليوم لكي تأكل الخضروات والفاكهة. تختلف كميات استهلاك المياه من بلد إلى آخر بحسب اختلاف أنظمة الري ونوع الزراعة وأهم شيء مناخ ذلك البلد. فمثلاً في بريطانيا اللي أمطارها كثيرة جداً تستخدم أقل من 1% من المياه الصالحة للشرب في الزراعة. ليش؟ لأن المطر مكفنها. لكن في القارة نفسها فإن المياه المستخدمة مثلاً في إسبانيا والبرتغال واليونان في الري تزيد على 70%. فما بالكم في المناطق الصحراوية كمنطقتنا، أكيد أن الحال أسوأ، لكن للأسف ما عندنا أرقام دقيقة. شيء غريب كيف أن إطعام البشر يحتاج إلى كمية مياه أكثر 1000 مرة من الكمية اللازمة لري عطشهم. يعني حبة البطاطا اللي ناكلها تحتاج إلى 25 لتر من الماء علشان تنمو، حبة واحدة فقط. وبالنسبة لمحبي الهمبرجر حاب أقول لكم أن وجبتكم هذه استهلكت 2400 لتر من الماء أثناء إنتاجها، يعني 133 صندوق ماء. والبيضة الواحدة الصغيرة هذه تحتاج حوالي إلى 135 لتر من الماء حتى توضع على مائدة الطعام، يعني 90 قنينة ماء كبيرة علشان بيضة. أما إنتاج كيلو واحد من لحم الأبقار فيحتاج حوالي 15000 لتر ماء. يعني لما تروحون مع أصدقائكم إلى المطعم وتطلبون ستيك فأنتم تقريبا استهلكتم 3000 صندوق ماء من الحجم الكبير. تعرفون إيش كثر نستهلك من المياه لما ناخذ شاور أو نستحم؟ إذا تأخذ شاور لمدة 8 دقائق فأنت صرفت 65 لتر من الماء. ولكن هناك تقنيات حديثة تساعدك على تقليل الهدر هذا إلى النصف. في شركة اسمها سمارت أند بلو اخترعت شاور هيد سمته هيدرو سمارت، يساعدك أنك أنت تقلل من صرف المياه وأنت تحت الشاور. السؤال الآن، كيف تعمل هذه التقنية؟ رأس الدش أو الشاور هيد هيدرو سمارت مزود بفلاش LED يخبرك عن كمية المياه اللي استهلكتها عن طريق اتصاله بتطبيق في تلفونك بالبلوتوث، وتقدر من خلاله أنك تحدد الكمية اللي تريد تستخدمها أثناء الشاور، مثلاً 10 لترات أو 20. ولما تقترب من كمية الاستهلاك اللي حددتها مسبقاً يلمع ضوء في الشاور هيد علشان ينبهك، وكلما استهلكت أكثر يتغير اللون حتى تتوقف المياه عند الحد اللي انت اخترته. الجميل هو أن هذا الشاور هيد ما يحتوي على بطارية علشان يشتغل، لأنه يحتوي على توربينات صغيرة تشتغل لما يتدفق الماء من خلاله وتشغل الضوء أيضاً. وتقدر أنك تشوف في التطبيق لاحقاً إيش كثر استهلكت من ماء خلال أسبوع مثلاً. بدأت اليابان من عشرات السنين جهود كبيرة لتقنين استهلاك المياه، فصنعت غسالات تستعمل نصف كمية الماء في الغسالات الموجودة في السوق حالياً. أما بالنسبة للمراحيض أجلكم الله، فقامت اليابان بجهود ممتازة، لأن معدل استخدام الإنسان للمرحاض هو 5 مرات في اليوم تقريباً، وكل مرة يشد فيها السيفون تستنزف تقريباً كمية صندوق ماء كامل من الحجم الكبير. لكن منذ أكثر من 20 سنة قامت شركة توتو اليابانية بتحديد حجمين لتدفق المياه في المراحيض، الأول 5 لترات من المياه والثاني 10 لترات. وبعد مرور 10 سنوات صارت اليابان توفر 5 مليارات لتر من المياه يومياً بسبب هذا الابتكار. لو قلت لكم إنه من وسائل توفير المياه هو شرب مياه الصرف الصحي المكررة، هل بتوافقون أنكم تشربونها؟ كثيرين بيقولون لا طبعاً مستحيل، ورغم الجفاف الخطير اللي صايب العالم فالفكرة بتظل مقززة عند الناس. حتى لو قلت لكم بأنكم قد يأتي يوم
وما راح تلقون ماء في البقالات والمحلات. بتقولون مستحيل، ما راح نشرب مياه صرف صحي مكررة. طيب خلينا نشوف. في مدينة فاونتن فالي في كاليفورنيا، لما تفتح الحنفية تنزل مياه صافية. هذه المياه نفسها كانت قبل 45 دقيقة عبارة عن مياه متدفقة من أنابيب إحدى مصانع معالجة مياه الصرف الصحي الموجودة بالقرب من مقاطعة أورنج كاونتي. في هذا المصنع المتخصص تمر المياه من خلال عدة مراحل تنقية حتى تصبح نظيفة ونقية أكثر من مياه الشرب اللي يحصل عليها الناس من الحنفيات في بعض الدول، وأيضاً أكثر نظافة حتى من مياه القوارير ذات العلامات التجارية الرائجة. فهذا المصنع يقوم بتخليص المياه من كل الشوائب من خلال عمليات تعقيم وتطهير كثيرة، ويعالج يومياً 378 مليون لتر، وهي كمية كافية لحوالي 850 ألف شخص. في اختراع جميل نزل هذه السنة يقدر يكشف درجة نقاء المياه اللي نشربها. يعني الناس اللي ما يثقون بفكرة تكرير المياه ممكن انهم يستفيدون منه. هذا الاختراع عبارة عن حافظة ماء او مطارة اسمها ايكومو. لما تقوم برجها تعطيك قياس دقيق لنسبة الكربون، بالإضافة الى انها تقوم بتصفية محتواها لما تقوم بتدوير قاعدتها السفلية اللي تحتوي على نظام ترشيح متطور. ويقوم تطبيق ايكومو على جوالك بإصدار تنبيهات عن جودة الماء في القارورة، ويذكرك بضرورة تغيير المرشح أو الفلتر. هذا من غير أن المطارة تأتي مع إسوارة ذكية تراقب نسبة الترطيب في جسمك وتتابع كميات الماء اللي تشربها طول اليوم. خلال 100 عام الماضية صمم الإنسان شبكات من القنوات والسدود والبحيرات الاصطناعية اللي انتشرت بشكل واسع. وطبعاً السدود المائية الضخمة تعتبر وسيلة ممتازة لإنتاج الطاقة الكهربائية. المثال الأكثر وضوحاً على ذلك هو سد الممرات الثلاثة في الصين اللي يسمى Three Gorges Dam. فحين يمتلئ هذا السد العظيم يحجز خلفه 42 مليار طن من الماء، وينتج 22.5 مليون كيلو واط من الطاقة، يعني ما يعادل الطاقة اللي ينتجها 14 مفاعل نووي مجتمعة. في عام 2025 سيعاني 700 مليون إنسان في 43 بلد حول العالم من مشاكل نقص المياه، أما 1.8 مليار مليون إنسان سيعانون من مشاكل حقيقية تهدد حياتهم بسبب نقص المياه. وتقريباً ثلثي سكان العالم بتكون عندهم مشاكل لعدم توفر المياه الصالحة للشرب. قد تكون عايش قرب أحد الينابيع الصافية، أو أنك لما تحتاج الماء فيكفي أن تذهب لأقرب بقال وتشتريه، أو قد تكون عايش الآن في بلد تأخذ الماء من الحنفية مباشرة. أينما كنت، الحفاظ على المياه مسؤولية كل واحد فينا. هناك ناس يمشون لخمس وست كيلومترات في اليوم لكي يحصلوا على ماء للشرب. حتى لو كان مصير هؤلاء ما يهمك، فكر في المستقبل، لأن مصير أبنائك وأحفادك وبلدك أكيد راح يهمك. لحظة الكشف البعيد، بها تنكشف الطلاسم. هي لحظة الكشف.